السلام عليكم. أولى صفقات النادي الإفريقي، نحكيه على المدافع المحوري ياسين بوعبيد، اللاعب يتعاقد مع النادي الإفريقي زوزة مواسم، قيمة الموسم 400,000 دينار، تقريبا نحكيه على 35 مليون إتوانسة. المبلغ هذا باش نقوله مبلغ اللاعب يستحقه ما يستحقوش، كيتبان بالكورة ويلعب ونشوفوه سيرتيران 4 و5 و10 مقابلات بعد ونعرفوا المبلغ هذا يستحقه ولا، على خاطر في لغة التجارة ساعة على ساعة يقول لك كريم تاع جراج ب 200,000 يتسمى غالي وزوز ملايين يتسمى رخيص، على خاطر انت كي تكري ب 200,000 وتدخل في 10,000 فرنك في النهار يتسمى الكريم تاعك غالي، وكي تكري بزوز ملايين في الشهر وتدخل 500,000 في النهار الكريم تاعك يتسمى محترم يتسمى رخيص. نفس الشيء المبلغ اللي باش تعطيه للاعب باش تعرفوا المبلغ هذا يستحقه ولا ما يستحقوش، الا كما قلنا نشوفوا الاداء نتاعو على ارضيه الميدان. يندرى ياسين بوعبيد قادر ينجح في النادي الافريقي مش باش ينجح، صفقه زعما تكون ناجحه صفقه فاشله، هذا بحول الله اللي باش نعرفوها في حلقه اليوم. ياسين بوعبيد متكون في اتحاد تطاوين، ينتقل للملعب الصفاقسي الاولمبي البيجي، مش معناها راهو متكونش في الانديه الاربعه الكبيره، يعني التكوين نتاعو مش صحيح ولا الملاعب ما عنده فين باش يوصل. ياسين مرياح انا شفناه متكونش في الانديه الكبيره ومع هذا وصل لاعب اساسي وقائد فريق في المنتخب التونسي. راهو اول شيء باش اللاعب ينجح لي كونديسيون اللي هو عايش فيهم باش ينجح ولا يفشل. اما قبل ما نحكيوا على ياسين بوعبيد خلينا نحكيوا شويه على الحارس الفلتة معز حسن، حكينا عليه البارح وقلنا بعض الاخبار تقول انه باش يرجع للنادي الافريقي. يا وليدي راكم مازلتوا ما فهمتوش حاجه، عرفتوا لورال نتاع راجوش ما تنجمونيش، عرفتوا كي يحكي هكاك اقول كلمتي وامضي ما عم باليش، هدي بالك سلام المد بنقعد نفسر انا وغني قلت برا ربي معاك يا صاحبي من الاخر، معناها نعطيكم من الاخر اقول كلمتي وامضي، احكي اللي تحكي تحب تسمعها تحب ما تسمعهاش، اذا حاجه تخصك ما تعنينيش جمله واحده، مع احتراماتي للفئه الكبيره والنسبه الكبيره اللي تتبع فينا. معز حسن راهو اداره تدخيل وقت اللي تعمل حاجه باهيه كله حاجه باهيه، اخي الرسول هو العبيه اسمه ذا دخيل، اخي سيدنا ابو بكر ولا سيدنا عمر، يا معلم تغلط يا صاحبي نعطيك بالقزمه بالوقت ما عم باليش، تغلط نعطيك بالوقت، تعمل حاجه ترمومتر، تعمل حاجه باهيه نقول لك عملت حاجه باهيه، تعمل حاجه خايبه نقول لك عملت حاجه خايبه، يرحم والدين وديك او حقك جبت المستشهد او الممول تي يا ولدي جبت رهبان حاجه تعتبر يسميها كما يسميها حاجه باهيه، جبت ناس نظاف في الاداره، جبت مدرب الى حد الان ما نعرفوش عليه ينجح ما ينجحش، المهم جبت مدرب تنجم تقول كف، تنجم تقول في النادي الافريقي كف، ينجح ما ينجحش هذيك حاجه اخرى ما عندكش فيها دخل، الى حد الان انت عامل حاجات باهيه. كي تجدد لي عقد متاع ادم الطاوس لا صاحبي وترجع لي معز حسن كيف لا صاحبي، برا اسمك هيكل تخيل وتبارى ربي معاك من الاخر نعطيك. معز حسن راهو عدى زوز مواسم في النادي الافريقي، والله ممكن شهر شهرين نقولوا السيد مازال ما تاقلمش في الجو العام للنادي الافريقي، والله نمشي معاك مع عامين في اوج عطاء النادي الافريقي، راهو لعب في الموسم قبل الموسم الفارط راهو لعب ونافس على المرتبه الثانيه وفي بعض ردهات الجولات نافس حتى على البطوله في اخر الجولات، زاد وقتها موجود معز حسن ما قدمش اضافه. النادي الافريقي في فترات معينه يعاني ذاق الامرين كيف ما عاونش معز حسن، انت كي ترجعه لي خويا راه باش ترجع ليك بالسل وباش ترجع الجو العام كيف بالسل، على خاطر انت الجمهور اللي توا هكا بيك راهو وقت اللي نتائج ما تمشيش سبحان الله يلزم شويه صبر، النتائج ما مشاتش وسي معز حسن موجود وما قدمش اضافه بسبب معز حسن الجمهور باش يدور عليك، اللي لو كان غير معز حسن كان حارس مرمى اخر ما نتاع بنقردان اللي مشى بري ولا اسمه هو المغزاوي ولا اللي هو
قال لي لا مازال صغير المخزاوي ميميج مازال يعرفوا عليه ميميج وشافوه في اللونتر الماء باهي خويا كذا حطوا تحط مشي على روحه وقدامه بن شريفي يا خويا جربوا حتى انت ساعة شو يا اخي انت معز حسن فيش خير منهم هم خايف تقول لي ما نكون ونكون ونعمل وما عندكش قول انت التالي كيفاش باش تعمل وكيفاش باش تكون والله ما اقسم بالله لو كان النتائج من الاول ما تمشيش والله 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 يدخل ما يرجع لك الجمهور وهاي الايام بينات هاي مرشومة الأيام بيناتنا أقسم بالله الجمهور ما يرجع ليك وسببها هو المعزة أحسن تقولي بالك يتطور ينجم أما البرسنتاج ضعيف على الأخر على خطر عامين ما عمل فهم شيء مش بش يجي توا ويعمل حاجة خص ياسين بوعبيد راهو نعود وقولوها مرة أخرى في الأولمبي البيجي وقت اللي قدم موسم خارق للعادة ها مش نحكيكم مثال بسيط ساعة لساعة تلقى أندية كل موسم يلعب على تفادي نزول كل موسم يلعب لك على تفادي نزول أما وقت اللي يكون الجو العام باهي ودخلت شوية فلوس الفريق هذاك في عام العوام ينافس على مراتب أولى لكن ما عندوش السفل باش يكمل الأخر وينهي الموسم في المرتبة خامسة مرتبة سادسة عكس المواسم الفارطة اللي يلعب فيها على تفادي نزول شنو الحاجة اللي خلت الفريق من تفادي نزول كل موسم إلى مرتبة محترمة يكون الجو العام محترم ثم جو صافي في الفريق راهي الامور تمشي بحول الله نفس الشيء بوعبيد راهو الامور مرهونه في الجو العام في النادي الافريقي الى حد الان بتغير حتى شيء ما ثماش ملعبيه جاوا ما ثماش ملعبيه مشاو مازال الى حد الان ما ثم شيء تغير مدرب صحيح افكتيف كذا كذا اما مازال ما تغير شيء الباز انت المانيتات المانيت انت مو المانيت وعندك جوارات انت في البلاي ستيشن هذوك متلقاك سبيد نتاعو كذا وكذا ثم الباهي اللي يتجاوب معاك ثم الخايم ما يتجاوبش معاك حتى لو كان تعرف تلعب انت نفس الشيء لو حتى انت كانك مدرب باهي وعندك ملعبيه حموم عندك علالش على خاطر هذه الكلمه تقعد ديما عندك علالش راهو ماهو باش يتغير شيء وبوعبيد ماهو ما نجمش يقدم لك اضافه شكون هو بوعبيد فاش يبيع بوعبيد وقت اللي يبدا الجو العام مش مريقل في النادي الافريقي باش يهز جمعيه كامله خير من اللي عندك نمشي معاك لو الجو العام يكون محترم بحول الله راهو يقدم اضافه لو الجو العام مفرعس من نتائج من فلوس ما تصابتش من كذا والله العظيم والله العظيم في بالله الكريم شوف انت قداش من الملاعب يبدا باهي في النادي الافريقي الجو العام يبدا سيء الملاعب الروندمون نتاعو يطيح خلينا نحكيو على كانافارو واحنا باش يهز جمعيه وحده ما ينجمش يهز كان الملاعبيه ذي من نوعيه نتاع ماهوش شكل الملاعب البارز كان الامور ماشيه لا يمشي معاك ويقدم لك اضافه كل الامور مش ماشي حتى هو كما يمشيش لا اكثر لا اقل هذا فيما يخص الصفقه الاولى للنادي الافريقي اللي نجموا نحكموا عليها توا ايجابيه او صفقه ناجحه ولا فاشله الا ما نشوفوا اللاعب خير من اللي عندك خير الى حد الان من اللي عندك حلقتنا اليوم وفات في ختام الحلقه كالعاده البياري ما تبقى كبش يقولكم تحيه تونس عيش تونس كلنا تونس وسلام